مانجمنت ولف مانجمنت، ولا واحد كان حاطط على السايد، ولا واحد في الاردن في بنوك الاردن كان حاطط على السايد، ولا واحد. دورتهم كلهم، بنك اوف ريال دخلت على بنك اوف بنك اوف عمان، بنك اوف الكويت، ولا واحد. طب احنا ابسطت انه نطلق الشيء اسمه برايم، اللي هو ايش؟ عندك البنك اللي هو خاص بفئه الاليت من الناس. برايم زي اليت في البنك. احنا بنفوت عليهم بدل ما يجي على البنك يستنى دور او شيء، احنا بنروح. اوكي، هاي بدك تسهل له السيرفيسز تاعته صح؟ 100% انه نخدمه باي شيء بده اياه بدون ما هو يكلف حاله يجي، ممكن في مكالمه يثبت معلوماته احنا بنوفر برايم شبكه. يعني هاي مرتاحة بس الناس اللي معها يعني خلينا نحكي بودجت او بادجت كثير منيحة صح؟ كثير ممتاز. انت لما تعطيه السيرفيس اصلا شو بيسقطه؟ بده يعمل ولف مانجمنت عندك لانه هو مرتاح، ها؟ فمع الزمن رح يضل لوي. انا عندي سبسطة اطلاقها ممكن الشهر الجاي بالظبط. بس كمان مرة اذا واحد مش عندك وبدك اياه يجي وعنده هالفلوس المنيحة، ها؟ ممكن تحكي له احنا يا جماعه احنا ادفايزر، احنا مش بس بنك، احنا مش بس حط شيك وبيع شيك واسحب كاش، لا احنا بنعمل لك مانجمنت، احنا بنعمل لك استادي، احنا بنحكي لك وير تو انفست. بتعرف مين بيعمل هالحكي؟ ان شاء الله يكون في السلايد اللي بعدها. هي اتش اس بي سي بيعمل كل اللي حكيته، واليو بي اس بيعملها عندهم ولف مانجر. يو بي اس 100% احكي لكم هي ترى بس معلش هون اقراوها، يعني هو المفروض انكم تقراوها تستغربوا. هذا بنك تعرف كيف يحكي عن كل هيستوري بين جروث از الجروث كونكتنج كاستمرز تو اوبورتيونيتيز وينيبل بزنسز. انيبل بزنسز هاي 100 خط تحت، يعني احنا مش بس بنخلي البزنس تاعك زي ما حكيتوا انه برايم، لا كمان بنعمل انيبل بنوسع بنكبره بنخليه يعمل كونكشنز مع هذا البزنس تو ثرايف، اللي هو يعني ثرايف اللي هي تزدهر ازدهار، ناس تتطور تزدهر بالظبط.